أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحثنا اليوم تحت عنوان الإمام الصادق عليه السلام يكشف أكذوبته لن تخلو الأرض من الحجة. لن تخلو الأرض من الحجة. الإمام الصادق عليه السلام يكشف أكذوبة هذا القول، أكذوبة هذا المعنى الذي يعتمده الشيعة القبورية للاستدلال على الإمامة وملازمات الإمامة من العصمة وعلم الغيب والولاية التكوينية والسيطرة على العوالم وعلم ما كان وما يكون وإلى غير هذه المعاني. والكلام في خطوات، خطوة أخرى، خطوة ثالثة. لن تخلو الأرض من الحجة، هذه الجملة، هذه العبارة، هذا القول، هذا المعنى، هذه القضية، هذه الجملة لا تكفي لتبرير خوف المهدي عليه السلام وهروبه وغيبته، حيث إن الخوف والغيبة والتخلي عن هو نقض للغرض، حيث إن الخوف والغيبة والتخلي عن المسؤولية هو نقض للغرض، فتنتفي إمامة المهدي عليه السلام من الأصل. من هنا جاء الدس والترقيع به، وإلا ساخت. يعني لو كان الكلام لن تخلو الأرض من الحجة، ماذا يعني هذا؟ هذه العبارة بما هي لا تكفي لتبرير خوف المهدي وهروب المهدي وغيبة المهدي. لماذا يهرب؟ لأن الخوف والهروب والغيبة هو تخلي عن المسؤولية، هو نقض للغرض، فلا تبقى إمامة، فتنتفي الإمامة من الأصل. هنا حصل الترقيع. ما هو الترقيع؟ قال وإلا ساخت، يعني سيكون الغرض من وجود المهدي فقط وفقط، بناء على هذه النظرية القبورية، سيكون الغرض من وجود المهدي ليس لهداية الأمة، وإنما لهذا الغرض، وهو أن يحافظ على الأرض، أو أن يحافظ على الأرض لكي لا تنخسف الأرض، لكي لا تسوخ الأرض. إذن صار الغرض عندهم محصورا بالحفاظ على الأرض لكي لا تنخسف الأرض، لكي لا تسوخ الأرض، لأن عدم وجوده سيؤدي بهلاك الأرض وأهل الأرض، بأن تنخسف الأرض، بأن تسوخ الأرض. حصروا هذه القضية وحصروا الإمامة ووجود الإمام ووجود المهدي وحياة المهدي بهذه الخصوصية، بهذا المعنى. إذن قلنا لن تخلو الأرض من الحجة لا تكفي لتبرير خوف المهدي وهروب المهدي وغيبة المهدي، حيث إن الخوف والغيبة والتخلي عن المسؤولية هو نقض للغرض، فتندفي إمامة المهدي من الأصل. من هنا جاء الدس والترقيع به وإلا ساخت ونحوه، ونحو هذا المعنى يعني. لكن على فرض صحة هذا الترقيع وهو غير صحيح، فإنه لا يوجب إمامة المهدي ولا يصححها. على فرض صحة هذا الترقيع، فهذا لا يوجب الإمامة، لا يصحح الإمامة، لا يلزم الإمامة، لا يوجب إمامة المهدي، لا يصحح إمامة المهدي، وذلك لانتفاء الملاك وانتقاض الغرض من الإمامة بالخوف والهروب والغيبة والتخلي عن المسؤولية، لأن هذا هو الأصل في الإمامة وفي وجود الإمامة، وهم يدافعون عن الإمامة بهذا المعنى، المسؤولية، القيادة، القدوة، الهداية، أين تذهب هذه؟ إذن هذا العنوان أنه يقال وجود المهدي للحفاظ على الأرض، لو سلم هذا المعنى هذا لا يثبت الإمامة، ونحن نتحدث عن الإمامة المتفرعة، عن النبوة بجانبها وبحيثيتها القضائية والنظامية. إذن نقول من هنا جاء الدس والترقيع به وإلا ساخت ونحوه، ونحو هذا المعنى. لكن على فرض صحة هذا الترقيع وهو غير صحيح، فإنه لا يوجب إمامة المهدي ولا يصحح إمامة المهدي، وذلك لانتفاء الملاك وانتقاض الغرض من الإمامة بالخوف والهروب والغيبة والتخلي عن المسؤولية، لأن عنده أمانة، عليه أن يحمل الأمانة، هذا هو الغرض من الإمامة، الإمامة المتفرعة عن النبوة، إمامة القضاء وإمامة النظام، أين تذهب هذه؟ يوجد شخص بركة، إنسان زاهد، إنسان طاهر، إنسان متقي، يوجد مخلوق معين من أجله يحافظ على هذا المكان أو على هؤلاء الأشخاص أو
على هذه القضية وعلى تلك، ما علاقة هذا بالإمامة؟ إذن نقول على فرض صحة هذا الترقيع وهو غير صحيح، فإنه لا يوجب إمامة المهدي ولا يصححها، وذلك لانتفاء الملاك وانتقاض الغرض من الإمامة بالخوف والهروب والغيبة والتخلي عن المسؤولية، ولأن الترقيع هذا الترقيع به وإلا ساخت وإلا لساخت، ولأن الترقيع يمكن أن يتحقق بوجود شخص أو مخلوق بصفات وعناوين خاصة ليس من بينها الإمامة الشيعية المزعومة التي يتم تكفير المسلمين والموحدين على أساسها. على فرض أن وجود الإمام وغيبة الإمام وحياة الإمام المهدي للحفاظ على الأرض من الهلاك، للحفاظ على أهل الأرض من الهلاك، هذا لا علاقة له بالإمامة، لأنه بالهروب والغيبة والتخلي عن المسؤولية ينتفي الملاك، ينتفي ملاك الإمامة، ينتقض الغرض من الإمامة. فلماذا تكفرون الناس؟ لماذا تكفرون الموحدين؟ لماذا تكفرون المسلمين على أساس الإمامة المزعومة؟ والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء.